بسم الله الرحمن الرحيم. بيان إلى الرأي العام، إلى الأمم المتحدة، إلى منظمات الحقوق الإنسانية، إلى المنظمات الدولية للحقوق الإنسانية، القانون الدولي، باسم أهالي وشعوب المنطقة الغربية دير الزور، نرفع صوتنا إلى العالم أجمع ونستنكر وندين النظام التركي الوحشي ومرتزقته الذي يهدد مناطقنا بشمال سوريا، وعن وحشيته وسياسته العدوانية والإجرامية وضرباته عن طريق الطائرات المسيرة والمدافع واستهداف المنازل وقتل الأطفال والنساء وإعادة برنامجه وسيناريو العثمانية وظلم البشرية وضرب القوانين الدولية وارتكاب المجازر وزعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط بشكل عام. وإن تخاذل النظام وعدم إعطاء موقف واضح بتصريح ضد الاحتلال التركي وهجماته إنما يدل على تآمر على سوريا، والنظام الدائم يسعى للحفاظ على رأسه وسلطة دمشق فقط، تسهيل الميليشيات الإيرانية الحاقدة على الشعب السوري. ونحن شعوب المنطقة بكل رموزها اجتماعية وإدارية نزداد صمودا ضد المؤامرات الاستعمارية، ونحن الإدارة الذاتية هي التي تشمل ونوقف صفا واحدا، ونقف صفا واحدا مع قوات سوريا الديمقراطية البطلة. نحن عشاق الحرية والسلام، ودعمنا للمشروع الديمقراطي. عاشت أخوة الشعوب، عاشت سوريا حرة أبية ديمقراطية تعددية لا مركزية.